خليني اتحول الى سياده النائب محمد العماري. سياده النائب، يعني خلاص الدور استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. مساء يعني الخير يا استاذ يا باشمهندس ياسر. انا دكتور محمد، داخل دكتور. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك يا فندم. طيب سيادة النائب دكتور محمد العماري، يعني بعد ما أنهى البرلمان دور انعقاده قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق، هل خلاص يعني دخل يعني سراديب التاريخ؟ أنا حضرتك لوحظ أثناء أو بان تلك الفترة أنه المخازن وشركات التوزيع بتلعب دور يعني غير نظيف في موضوع الأدوية. لوحظ انه في عمليه تعطيش، في عمليه اخفاء لبعض الاصناف، في عمليات يعني اسعار فلكيه لكل صنف. فبالتالي احنا تقدمنا بمذكره لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، تقدمنا بمذكره لتشكيل لجنه تقصي حقائق عن اسعار الادويه والممارسات الغير معقوله اللي حصلت مع موضوع الدواء. المجلس بالإجماع وافق على تشكيل اللجنة وتشكلت اللجنة، ولكن عمل اللجنة الفعلي لابد أن يأتي من خلال خطاب التكليف اللي بيجي من السيد رئيس المجلس. احنا لم يأتينا خطاب التكليف حتى هذه اللحظة. هل خطبتم الدكتور علي عبد العال في هذا الأمر يا دكتور؟ خطبنا السيد رئيس المجلس بخصوص هذا الأمر أكثر من مرة. وكان رده إيه؟ ما انا بقول لحضرتك لم يصل خطاب التكليف. احنا الخطاب بنطلب، احنا هنا يعني منتظرين خطاب التكليف بتاع لجنه تقصي الحقائق، ولكن احنا تقدمنا بمذكرات وهنتقدم ايضا بمذكرات في دور الانعقاد القادم اذا استمرت هذه الممارسات.